من يلقب بسفاح العراق عاد إلى بلاده قادماً من إسرائيل، الجنرال الأمريكي جيمس غلين، الذي ذهب ليقدم خبرته ومشورته للجيش الإسرائيلي، أنهى مهمته وعاد إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث. فمن هو سفاح العراق؟ جنرال المشاة البحرية جيمس غلين هو أحد أشهر جنرالات حرب العراق، أطلق عليه لقب سفاح العراق أو جزار الشرق الأوسط لدوره في حرب المدن التي خاضها الجيش الأمريكي في العراق، حيث قاد بعض المعارك التي صنفت على أنها الأكثر دموية، خاصة في معركة الفلوجة عام 2004. تولى غلين سابقاً قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية MARSOC، ويشغل حالياً منصب نائب القائد لشؤون القوات العاملة والاحتياطي.